السلام عليكم على بركة الله، كيف حالكم خوتي اخواتي؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوالكم وفي صحة جيدة باذن الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد، مرحبا بي عندكم كذلك. موضوعنا اليوم كيخص تناول حمض الفوليك اثناء الحمل. شنو هو حمض الفوليك؟ شنو هي المنافع ديالو؟ فين ممكن اننا نلقاوه؟ كل شيء غادي نتكلموا عليه ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو. هذا الفيديو خاص للنساء في فترة الانجاب، كذلك تيخص النساء اللي هم حوامل واللي كيفكروا انهم يحملوا ان شاء الله. حمض الفوليك نقدر نقول عليه هو بطل الحمل، بحيث الا وضبتي على الاكل ديالو قبل الحمل وخلال فترات الحمل، فهو كيساعدك على منع حدوث عيوب خلقية اللي يمكن يكون الجنين ديالك معرض لها لا قدر الله، خاصة العيوب اللي كتوقع في الجهاز العصبي ديالو. هذاك الشيء علاش غادي نتحدثوا اليوم على كل شيء اللي كيخص حمض الفوليك. اذا شنو هو حمض الفوليك؟ هو عبارة عن فيتامين ب، وهو كيلعب دور مهم جدا في انتاج خلايا الدم الحمراء، وايضا كيساهم في نمو المخ والحبل الشوكي للجنين. فوقاش يمكن لي نبدا ناخذ حمض الفوليك؟ هما بصفة عامة العيوب الخلقية كتوقع في الفترة ديال 3 الأسابيع أو 4 ديال الأسابيع الأولى من الحمل. هذاك الشيء علاش مهم بزاف ناخدو حمض الفوليك في بداية الحمل، في هذاك الوقت اللي كينمو فيه المخ ديال الجنين والحبل الشوكي ديالو. إذا إلى تختي قرار سيدتي بانك تحملي في القريب ان شاء الله، فكننصحك تاخدي حمض الفوليك من الوقت اللي فكرتي فيه قبل ما يوقع حمل، لان جميع الدراسات الحديثه وضحت باللي المراه اللي كتحافظ على تناول حمض الفوليك يوميا قبل الحمل هي كتجنب راسها التعرض للولاده المبكره بنسبه اكثر من 50%. يعني حمض الفوليك مهم بزاف كيف ما سمعتوا اخواتاتي، هو مهم بزاف كيحميك وكيحمي الجنين ديالك، ما كتجيكش ولاده مبكره، وكذلك كتكوني مطمئنه على الجنين ديالك بانه ما غاديش يتصاب ان شاء الله بعيوب خلقيه. والاطباء كاملين كيوصيو باش ناخذوا حمض الفوليك يوميا لمده شهر على الاقل قبل الحمل، ونستمروا في الاكل ديالو حتى نهايه الثلث الاول من الحمل. يعني خاصنا ضروري ناخذوه الشهر قبل، وحتى نكملوا 3 شهور ديال الحباله الاولى وحنا مازالين كناخذوه. والنساء بصفة عامة ما حدهم في سن الإنجاب، من الأحسن أنهم يتناولوا حمض الفوليك يوميا بشكل دائم، حتى لو وقع حمل لغفلة كتكون هي تصابت كتاخد هذاك الحمض ديال الفوليك. هو أصلا صحي للجسم ديالها لأنه غني بفيتامين ب، فهي غادي يحميها هي أولا وحتى الجنين ديالها إذا حملت به إن شاء الله. بالنسبة للجرعة المطلوب تناولها من حمض الفوليك، الطبيب ديال النساء الخاص بك سيدتي هو اللي غادي يعطيك الجرعة اللي غادي تقدري تاخدي على حسب السن ديالك، على حسب المرحلة اللي وصلتي لها في الحمل، واش باقا في البداية ديالو، واش في 3 شهور وما كنتيش كتاخدي وعاد بغيتي تاخدي. هنا غادي هو غادي يعرف الجرعة اللي غادي يعطيك على حسب الحالة ديالك. وكاينين بعض الحالات اللي خاص الطبيب ديال النساء يزيد المرأة في الجرعة ديال حمض الفوليك يوميا على حسب كيفاش هي التاريخ ديالها ديال عائلتها، واش ديجا عندها في عائلتها بعض الأطفال اللي تزادوا بعيوب خلقية خاصة في الجهاز العصبي، أو لا إذا كنتي أنتي كتاخدي أدوية مضادة للصرع. هنا خاص ضروري الطبيب ديالك يزيدك في الجرعة، يعني هو اللي عارف المقياس اللي غادي يعطيك يوميا قبل من الحمل بشهر، ولا حتى كما قلت لكم نهاية الثلث الأول من الحمل. إذا كنت مثلا حامل بتوأم
فخصو يعطيك جرعة كثيرة على المرأة اللي حاملة غير بجنين واحد. هذاك الشيء علاش الجرعات ما خصكمش نتوما اللي تاخدوهم من راسكم، لانهم ما يمكنش كيف ما قلت لكم، هو الطبيب الاختصاصي في امراض النساء والتوليد هو اللي غادي يعرف الكمية ديال حمض الفوليك اللي غيعطيكم على حسب الحالة ديالكم. اما بالنسبه للفوائد ديال حمض الفوليك، فكيف ما قلت لكم قبل، الا ما خديتوش واحد الكميه كافيه من حمض الفوليك اثناء الحمل، كيسبب لا قدر الله مشاكل خطيره للجنين في الانبوب العصبي، ربما ما كيتسدش بشكل سليم، وكينتج على داك الشيء ما يسمى بعيوب الانبوب العصبي، ومنها ما كيكتملش نمو الحبل الشوكي ولا الفقرات ديال الجنين، او لا عدم اكتمال نمو اجزاء رئيسيه في المخ ديال الجنين. والاطفال اللي كيعانيو من هذه الحاله ربما ما كيعيشوش طويلا. ولكن اذا تخدت كميه مصابه من حمض الفوليك اثناء الحمل، فهو اكيد غادي يحمي الجنين ديالك من العيوب الخلقيه بالانبوب العصبي. كيف ما قلت لكم بنسبه كبيره كتفوت 50%. وتناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل كيحمي طفلك من عيب خلقي آخر، اللي هو الشفة المشقوقة. إلى كنتو شفتو بعض الوليدات كيتزادوا بالشفة ديالهم بحال مقسومة على جوج، فهذا سبب من الأسباب أنه لما تخرج حمض الفوليك في أثناء الحمل كيدير هذا السبب. هذا كتكون عند الوليد ملي كيتزاد بهذيك الشفة المشقوقة، ولا كيكون عنده انخفاض في الوزن ديالو في الوقت ديال الولادة، او لا ملي كيكون داخل الرحم ما تيكبرش بشكل جيد. لهذا حمض الفوليك الى تكال في الوقيته ديال الحمل وخاصه في البدايات ديالو، فهو كيحمي الجنين بشكل جيد، وكيحميك حتى انتي، وكيقلل من مخاطر الولاده المبكره والاجهاض ومضاعفه الحمل بحال السكري بحال الطونسيون. هادشي كامل كينفع فيها حمض الفوليك. كذلك مرض القلب، السكتة الدماغية، بعض أنواع السرطانات، ومرض زهايمر. الله يستر، الله يحفظكم جميعا. هادشي علاش حمض الفوليك مهم للنساء فمحتهم في الفترة ديال سن الإنجاب، فهو كيحميهم وتحمي وليداتهم بإذن الله. كنصحكم أنكم تاخدوه وتفكروا فيه، ولا بد ولا بد، لأنه مفيد كما أنتم سمعتوا جميع الفوائد ديالو وجميع المخاطر إلى ما تخدش. بالنسبة للمصادر ديال المصادر الغذائية من كيجي هذا حمض الفوليك من غير الأدوية، فهي كتكون كذلك حتى في التغذية الطبيعية. إلا بغينا نعاودو نزيدو ناخدو حمض الفوليك في الأغذية مع الدواء باش يثبت المفعول ديالو، فهو كيكون في مجموعة ديال التغذية، مثلا الحبوب الكاملة للسيريال، ولا الحبوب القمح أو الذرة، الشعير، الخرطال، هادو كلهم حبوب كاملة اللي متواجد فيهم حمض الفوليك بكثرة. كذلك الخضروات اللي عندها أوراق خضراء داكنة بحال السبانخ، البقوليات، بحال الخرشوف، يعني أي حاجة عندها أوراق خضراء فهي غنية بحمض الفوليك. المكسرات كذلك بحال القرقاع، اللوز، بيستاش، هادو حتى هما غنيين بحمض الفوليك. البطاطس بالقشرة ديالها كياخدوها بعض النساء او تيديروها في الفرن بالقشرة ديالها وكياكلوها، حتى هي غنية بحمض الفوليك. والفواكه مثل البرتقال، الا كنتي سيدتي دابا في بدايات ديال الحمل ديالك، فانا كنصحك تاخدي عصير الليمون يوميا، راه مزيان للجنين ديالك وتيحميه بشكل كتير، لان البرتقال حتى هو غني بحمض الفوليك. هذا هو موضوعنا ديال اليوم. كنتمنى منكم سيداتي ما تاخروش على اخذ حمض الفوليك، لان
انه غادي يفيدكم بزاف وغتهناو من الاوهام اللي غتجيكم في فتره الحمل. يعني اون فوا تاكدوا بانكم خديتوا حمض الفوليك بشكل جيد غادي تطمئنوا على صحتكم وعلى صحه وليداتكم اللي باقين في كريشكم ان شاء الله. الله يجعلكم تمروا باجمل لحظات وتهزوا وليداتكم ما بين يديكم وتشوفوا عويناتهم ان شاء الله. الله يفك كل محولة على خير. شكرا على المتابعة وعلى الانصات لهذا الفيديو، كنتمنى يكون فادكم واستفدتم مني، ومازال غادي نجيب لكم ان شاء الله فيديوهات جداد ومعلومات قيمة اللي غتفيدكم في حياتكم اليومية. إذا كنتي متتبعة جديدة على قناتي عجبك الفيديو ما تنساش تشتركي وتغطي على زر الجرس باش يبقى يوصلك الجديد. وبالنسبة للمتتبعين اللي ديجا متابعيني، إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك وتعليق إلى كان ممكن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.